اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. طيب اليوم نتوقف شوي عن التفسير ونتحدث شوي في صلاح الدين شوي، لأنه على فكرة 12 سنة 1187 صلاح الدين حرر القدس، 12 يعني لاحظتوا كان في نستنى بما يخلصوا الناس، كان في محاولات هذا العام الاحتفال بذكرى صلاح الدين، وإذا بتلاحظوا يعني هذه المحاولات الاحتفالات بشكل عام ما كان لها صدى وما نجحت. حتى هيك كنت عم بنظر لبرنامج عن فيلم عن صلاح الدين قبل كم يوم، مش عارف في اي تلفزيون، حتى الشخصية اللي مختارينها مشان تكون صلاح الدين شخصية هيك توحي لك بالضعف وعدم الحيوية، اشي يعني عجيب. صلاح الدين في نفوس الناس له قيمة عظيمة. اللي بده يتحدث عن صلاح الدين تصوروا يقف فيكم إنسان يخطب في الأمانة، أنت تعرفوا نص قديش بيأثر يعني. واحد ثاني يقف يتحدث لكم عن الصدق، وهو أكذب الكذابين. واحد ثالث يتحدث لكم عن صلاح الدين وهو مسلم القدس. يعني بتقتنع الناس، يعني تتفاعل الناس. قلنا صلاح الدين في 27 رجب 583 هجري 12 1187 حرر القدس. كانت الذكرى من كم يوم يعني في شهر 10، وصار في احتفالات وإحياء طبعا في عالم عربي، وهون قال صلاح الدين بس الناس مش عم تتفاعل. ليش؟ لأنه يعني مين هو يحتفل صلاح الدين؟ وهو صلاح الدين كيف بده الاحتفال إذا كانوا لابد يعني؟ طيب خلينا إذا من هون نبدأ. شوفوا لما جاء الإسلام، لما جاء الإسلام ونزل في أمة العرب، الملفت للانتباه إنه خلقت أمة فعالة إلى درجة عجيبة يعني لم تعرف البشرية لها مثيل. لما إذا نزل الإسلام في العرب خلق أمة فعالة وحيوية إلى درجة إن البشرية لم تعرف مثيل لهذه الأمة. طيب ودولة الراشدين أقوى دولة في العالم، الأمويين العباسيين، ومش القضية قضية قوة عسكرية، برضو كدول متقدمة حضاريا وبدأت العلوم تنتشر. يعني الإسلام جاء وحول البشرية تحول جذري. طيب بعد فترة ولأسباب مش وقتها وجدنا الأمة بدأت تترهل. يعني لما كانت مشدودة للإسلام
لما كانت نشوذ الإسلام كانت عم ترتفع. لما أصبحت علاقتها بالإسلام ضعيفة صارت تنزل. انشدت للإسلام صعدت. لحد خفت علاقتها بالإسلام كانت تهبط. قبل ما يأتي صلاح الدين وقبل ما يأتي نور الدين زنكي وقبل ما يأتي عماد الدين زنكي وفي عصورهم حتى كان في حكام بتحالفوا مع الأعداء زي اليوم زي اليوم. أولا كانت الأمة مقسمة وكل حاكم يحاول يستقل بولايته بعيدا عن الخلافة. حتى الخلافة حتى دولة الخلافة كانت خلافتين، خلافة في بغداد عباسية ضعيفة مترهلة وخلافة في القاهرة فاطمية شيعية. شيعة لهم خليفة في إذا الشيعة لهم خليفة في القاهرة برضو ملوش وزن وضعيف، والسنة لهم خليفة في بغداد ما قيمة له، وكل واحد يستقل بسلطنة من السلطنات أو ولاية من ولاية. كثرت بعد ما كانت الأمة دولة واحدة جسم واحد تكونت دويلات. يعني اليوم الدويلات اليوم أقل عددها. كنت تجد سوريا عدة ولايات ودويلات، العراق عدة ولايات ودويلات، الأردن إلى آخره. وكانوا الحكام من أجل المحافظة على الكراسي يتعاونوا مع الغرب مع الصليبيين، يعني مستعد يقاتل أخوه من أجل المحافظة على الكرسي، بس ما كانوش جواسيس، يعني كانوا مستعدين يتآمروا مع العدو للمحافظة على ممالكهم وكراسيهم. بس جماعتنا اليوم بشكل عام يا ريت هيك القضية، يا ريت انهم الجماعة بس بتمت يعني بدهم الكراسي وبلدهم يعني وخلاص وهو الحاكم هون. لا لا مش هيك القضية. هدول الجواسيس بيعرفوا ان الكرسي بتبقى موجودة طالما هو بيخدم اسياده، هذه مشكلة. كنت تجد اذا احيانا الجيش المصري مع جيوش الصليبيين جبهة تقاتل جيوش الشام سوا. يعني صلاح الدين كان لما كان تحت امرة عمه اسد الدين شركو، لما كان تحت قاتل صلاح الدين في يوم من الايام في جيش الشام، ومن اللي كان مقابله؟ الصليبيين والجيش المصري. يعني الشعوب كانت تنقاد للحكام ايضا، تنقاد للحكام، ولكن بتظل الشعوب من داخلها تعرف الصح والغلط. طب ليش بتنقاد؟ ليش بتنقاد الشعوب طالما بتعرف الصح والغلط؟ لانه غالبية الناس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الناس في الحديث الصحيح كإبل المئة، كإبل المئة لا تجد فيها راحلة. يعني يبدو انه اللي بيعرفوا الابل كل ميه كل ميه يا دوب تجد واحده تقدر تحمل فيها وتروح فيها مشاوير بعيده. يعني تنتقل من سوريا للعراق بدك من كل ميه من كل 100 ناقه او جمل 3 ناقه ابصر تلاقي واحد. ولا بيني وبينكم الناس هيك هيك الناس كابل المئة لا تجد فيها راحلة. الآن فالناس على فكرة ممكن كثير منها ينقاد للمصالح، بيخاف، بتطغى عليه حب الدنيا إلى آخره، ماشي. بس الناس على فكرة وقت اللزوم لما بيثقوا برضو بتجد منهم العجب، يعني هيك خالقهم الله، هيك خالقهم الله. طيب الآن بدايات الإصلاح، إصلاح الأمة كانت على يد نور الدين زنكي. نور الدين زنكي كانت عاصمته حلب
والرجل كان على ثغرة من ثغر الإسلام وقاتل الصليبيين، وكان هو يعني هو الضوء اللي بينير للأمة في حين تطلع على الخليفة في القاهرة بيحبطك، الخليفة في بغداد العباسي بتحبط، تنظر للممالك المختلفة تحبط، تنظر لإمارة حلب وعماد الدين تجد نور يبدو لك صغير. عماد الدين ومن بعده ولده نور الدين اللي مشى على نهجه فيما بعد استلم الراية صلاح الدين عماد الدين. إذن صلاح الدين على فكرة ما كانش البداية، كان الثمرة، ثمرة ما غرسه عماد الدين الرجل الرباني، ونور الدين الذي يوصف بأنه خليفة الراشد يعني بيذكر بالخلفاء الراشدين، عماد الدين الرجل الصالح اللي ولده جاء نور الدين اللي وصفه البعض بأنه خليفة من الخلفاء الراشدين مع أنه لم يكن خليفة أصلا، الخليفة كان نايم في بغداد، كان نايم في بغداد، لكن هذا سلطان على ولاية معينة هو اللي حمل الراية لقتال الصليبيين والدفاع عن الأمة. لكن هم شو عملوا على فكرة؟ عماد الدين ونور الدين زنكي وصلاح الدين، انتوا تتصوروا انهم هم يعني صاحوا في الأمة صيحة وجمعوا هالجيوش وحرروا؟ لا لا، سنين طويلة، سنين طويلة وهم لحظة بيبعثوا في الناس روح الإسلام، بينشئوا المدارس، بيبنوا المساجد. نور الدين زنكي أول من أوجد ما يسمى بدور الحديث. الآن بدهم يبعثوا الإسلام في روح الأمة. لاحظوا حاول أيضا إدارة الولاية تكون على أسس إسلامية، التكافل الاجتماعي، يعني بده الناس يشعروا انه الحاكم بنتمي لهم، بنتمي لهم وبده يحل مشاكلهم. في ايام صلاح الدين سبق قلت لكم اذا بتذكروا، في ايام صلاح الدين كانت الناس بتجد الحليب في الشوارع صنابير، تفتح تاخذ وبتروح بدون مقابل. يعني لما سبق وتحدثنا عن انواع الاوقاف اللي كانت في عصورهم كنوع من التضامن الاجتماعي، في زمان صلاح الدين كنت اليوم لما بتصير انت في شوارع القدس القديمة بتشوفوا السبيل القديم هذا اللي كان يعني مشان اللي مارق يشرب مي. في ايام صلاح الدين مش بتشرب مي، في برضو صنابير او خزانات، وفي النهاية في حنفيات بتفتح بتنزل لك حليب، بتفتح بتنزل لك مي محلى فيها سكر مشان تحلي الحليب وتأخذ مع أطفالك بدون مقابل. وقلنا لو كانت هذه الخزانات اليوم في أيامنا محطوطة في الشوارع كان ما بتستيقظ الصبح وفي قطرة. ليش؟ الكل بيهجم، الفقير والغني، ما هي بلاش. لا ما كانوش هيك، هم ما كانوش هيك. صلاح الدين كما نور الدين، عماد الدين، صلاح الدين أولا عملوا إصلاح على مستوى الفكرة الإسلامية وعودة الناس إلى الله، وهذا أخذ على فكرة مدى وبذلوا جهود جبارة في هذا الباب. الآن أوجدوا تكافل اجتماعي نهضة اقتصادية في البلد، نهضة اقتصادية، ركزوا على دين الناس وأخلاقها. لحظة، القوة العسكرية كانوا يبنوا قوة عسكرية برضو مطلوب بشك. المهم كان عماد الدين زنكي، نور الدين زنكي، صلاح الدين، هذول الثلاث بدهم يعملوا ابتداء النهضة بالأمة حتى يقدروا يواجهوا عدو هائل القوة. كل أوروبا كانت جاي، كل أوروبا دول بكاملها زاحفة على العالم الإسلامي. وعلى فكرة أوروبا أكثر من مرة كانت يعني تضغط في عدد سكانها وتنفجر
وكانت انفجاراتها في اتجاه الشرق، حتى أمكن أن يكون في اكتشافات جغرافية فيكون الانفجار نحو يهرب. بعد ما أخذ الدرس من صلاح الدين ما قدروش ينفجروا شرق إلا على زمننا، انفجروا غرب فيما يسمى الاكتشافات الجغرافية. شو اللي منعهم يردوا يرجعوا؟ تجو صلاح الدين. طيب إذا صلاح الدين، لحظة، عماد الدين، نور الدين، صلاح الدين، سنوات طويلة وهم ببثوا في الناس روح الإسلام والتدين الحق، ويقضوا على المذهبيات ويقضوا على التعصب المذهبي. لأنه على فكرة التعصب لمذهب، التعصب لمذهب هذا تخلف، التعصب لحزب تخلف. الأصل ولاء، ولاء الإنسان المسلم للمسلمين بغض النظر. الأحزاب ضرورات، ضرورات، ولكن لا يجوز أن تكون إيش؟ حواجز. المذاهب ضرورة يكون في اجتهاد وفي مذاهب، أما التعصب للمذهب هذا دليل تخلف ودليل انحراف. ولذلك لما بتشوفه متعصب يفهم أنه ما في خير، حتى لما بتشوفه قال متعصب يعني أنه بالمذهب الفلاني بده يعلم الناس الدين وشادع حاله، هذا لا خير فيه ولا بيصلح. الأصل ولا أكل الأمة. كيف؟ كان في الصلاة الشافعية ما يصلوش مع ولا أكل الأمة المسلمة للأمة. أما أحزاب فضرورة لتنظيم الناس، ماشي. اجتهادات فقهية برضو ضرورة، الاجتهاد مطلوب لأن التقليد ممنوع. لما تصير تقلد ونغلق باب الاجتهاد معناته بدنا نتخلف. لذلك من أسباب، من الأسباب في تخلف الأمة قالوا إغلاق باب الاجتهاد. لما نصير نقلد، يعني واحد زي الشافعي كان ما يقبل منك إذا عندك قدرة على الاجتهاد تقلد، كذلك أبو حنيفة، كذلك مالك، كذلك أحمد بن حنبل، كل واحد. يعني أحمد بن حنبل تلميذ الشافعي، مع ذلك أخذ من الشافعي وترك ما قلدش. فلما بصير تقلد معناته في تراجع، لما بتتعصب مذهبي معناته أنت عم تتراجع. الآن زمن نور الدين، عماد الدين، نور الدين، صلاح الدين كان في إصلاحات هائلة وبعث في الأمة روح الإسلام، نهضة اقتصادية، أوجدوا تضامن اجتماعي. طيب وكانت الأمة ممزقة، وحدوها بالقوة. إذا بدك تستنى الحكام لا، مش مستعدين. لذلك بدأ التوحيد بالقوة من أيام عماد الدين، وكملها نور الدين، وتوجها صلاح الدين. صلاح الدين على فكرة من وقت ما استلم السلطة من عمه بعد ما توفي عمه في مصر، وعلى فكرة له قصة جميلة بس أنا عشان سبق أعطيتها درس وقصة طويلة وفي بعضكم قاعد، على كل بذكر بعض اللمحات، بعض اللمحات وجاي بهمش، يعني ما ياخذونيش الناس اللي شوي كانوا سامعين القصة عدة مرات، بدي ارجع رجوع سريع، رجوع سريع واوصل. رجل يقاتل، جيشين بتقاتلوا، الجيشين مسلمات، ولا بأس على فكرة يتقاتلوا جيشين مسلمات لانه اكيد في واحد منحرف، اكيد في واحد منحرف او اثنين منحرفين. الا بتقاتلوا، واحد منهم الضعضع رجع، الاول اللي بدا ينتصر سلاجقة اتراك ملك سلجوقي. مين اللي عم بتراجع؟ عماد الدين زنكي الرجل الصالح. ليش هو الرجل الصالح بتراجع؟ يعني بتراجعش انت لما تقرأ الحروب الصليبية على فكرة وتشوف اللي حصل شيء يشيب له الولدان، يعني ما تظنوش انها كانت كلها حطين، ما تظنوش ان المسلمين يعني ما دفعوش دماء غالية. لا، من وقت ما دخل صلاح الدين جنوب بحيرة طبرية، جنوب بحيرة طبرية ودخل فلسطين، قاتل في فلسطين 5 سنوات كاملة
بدون توقف 5 سنين هذا فلسطين لحالها. وكان مقاتل قبلها 20 سنة العرب يعني قاتل 20 سنة العرب وحد بالقوة وكسر رؤوس التافهين ها كن كانت بمعنى أمة وما بصير بصيرش يعني خلي هالجواسيس قاعدين وخلي الشعوب جاج مزارع هيك المطلوب ها. الآن صلاح الدين 20 سنة ولأنه على فكرة تولى السلطة 32 توفي ابن 57 تولى السلطة 32 في مصر 32 سنة وتوفى عمره 32 يعني كان وتوفى ابن 57 يعني كم سنة 25 20 منهم في قتال السلاطين التافهين اللي كل واحد بده كرسي ومش سائل وبتحالف مع الغربيين والصليبيين 20 سنة بعد ما خلص منهم جاء دخل جنوب بحيرة طبرية ودخل فلسطين ومعركة حطين وبعد زمن بسيط جدا كان محرر القدس وخمس سنين بعد تحرير بعد تحرير القدس 5 سنين وهو يقاتل في فلسطين الصليبيين ما ظلموش عن الصليبيين لما سقطت القدس يعني أخذ الأمور ببساطة 5 سنين بعد تحرير القدس وهو يقاتل وهو يقاتل حاصر يافا حاصر يافا مع انه قبل شوي احنا وين كنا طب خلونا عند محاصرة يافا وين نرجع فيكم لا عماد الدين وهو يتراجع امام مين الملك السلجوقي طب ليش طب هذا البطل الصالح ليش ما الله ينصره ما هو بينصره بس الرسول صلى الله عليه وسلم في احد حصل نكسة بشك وفي في 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 بشك ما مش اشكال مش اشكال مش اشكال مش زي اللي العرب اللي ما قاتلوش بالمرة بل كانت كلها عبارة عن مؤامرة على امك كنت قال لك يا امي شو نعمل القوة تعمل شي شي تعمل القوة شي لا اما ما عملتش القوة لا اسرائيل شي يعني اسرائيل وجدت بدون قوة طيب اما القوة عيب هاي القوة عيب طيب المهم واحنا على فكرة كويس هذا الكلام لأن إسرائيل راح تعطي الناس درس تمام حتى يفهموا دينهم الحق يعني لا 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 تأملوش براك وغير براك والله لا يعطين هذه الأمة دروس حتى تصبح أمة تمام ياخذوا دروس ليه لأن الناس بقت كلها قال وين الله وقت بتعرفوا الله وين المهم تراجع عماد الدين امام الملك السلجوقي طب جيش متراجع وين ركض ظهرهم دخل قلعة تكريت قلعة تكريت اللي منها صدام المهم قلعة تكريت هذه كان فيها رجل شهم واسمه لم اجم طابق اسمه اسد الدين اسمه اسد الدين شركه أسد الدين احتضن مين عماد الدين ما هو الصالحين بيعرفوا بعض طيب عماد الدين طبعا بعد هذه الواقعة اللي وقف معاه فيها مين أسد الدين طبعا رحل لعاصمة حلب ومضت الأيام وهذه القصة أنا كررتها وبحب أكررها دايما ومضت الأيام وإذا أسد الدين هذا ماشي في شوارع تكريت في قلعة بيسمع صوت امرأة بتستنجد صوت امرأة بتستنجد بدخل بوجد رجل بده يغتصب امرأة بده يغتصب امرأة وعسكري الرجل على فكرة عسكري بده يغتصب امرأة أسد الدين بتناوله وبقتله هيك مطلوب على فكرة هيك بدها رجالها ليش قتلوا يبدو بتعرف كان في شوية روح بداوة روح بداوة انه لازم الان قبيلة اسد الدين ترحل لانه قتل قتلك من القبيلة الثانية عادات الناس عادات الناس فلملموا اغراضهم مش هيك اسد الدين واخوه ايوب وهالعيلة كلها وفي هذا اليوم بالذات الجماعة قاعدين بيطلعوا من البلد ولد صلاح الدين ولد صلاح الدين
فتشعم منه أبوه، لأن الولد وانت في اليوم اللي هم بيغادروا فيها أرضهم وبلدهم ولد صلاح الدين. الآن وين بدهم يروحوا الجماعة؟ وين يروحوا؟ تذكر أسد الدين يتذكر مين؟ عماد الدين. وين عماد الدين؟ في حلب، ذهب لحلب، استقبلوا عماد الدين استقبال حافل ووضعوا قائد للجيش. وصلاح الدين الصغير هذا كان يمه بجانب مين؟ عمه الأسد، عمه الأسد، مش عمه الثعلب ولا عمه الضبع. أسد الدين كان ينشأ بجنب عمه الأسد، أسد الدين شركه، أسد عن جد يعني. المهم شوفوا كيف الله، المهم أن تنتبهوا لتخطيط القدر، ها؟ إنه عماد الدين ينهزم أمام الملك السلجوقي، إذا الهزيمة كان وراءها ما وراءها، كان مشان يلتقي مين؟ أسد الدين مع عماد الدين. شوف ها، أنت الأول واحد بتقول هزيمة بنهزم عماد الدين، لكن هذه الهزيمة شو كانت؟ جمعتها اثنين الأبطال، جمعتهم عماد الدين وأسد الدين. لما بتضايق أسد الدين وين بروح؟ لعماد الدين. هذاك طبعا رجل صالح وفي بيحتض له قائد الجيش. الآن الولد اللي ولد في هذا اليوم الصغير، ها، ورحل مع عمه من أول يوم رحل، شو كان سبب الرحيل؟ سبب الرحيل رجل تافه يريد اغتصاب امرأة ليؤدي إلى تحرير القدس. رجل تافه بده يغتصب امرأة فتحررت القدس. البشر بيقدروا يجمعوا الخيوط يعرفوا ايش الحدث. رجل يريد اغتصب امرأة كانت بداية تحرير القدس. ها؟ فإذا شفت رجال يعني شاذين من هون ومن هون، ها؟ بجوز هذا يؤدي إلى تحرير القدس. المهم إذا الهزيمة لعماد الدين كانت الطريق إلى القدس، محاولة اغتصاب امرأة من رجل تافه كانت طريق للقدس، كانت الطريق إلى القدس. القدر شيء لا يمكن للبشر يفهموه. طيب الآن رحل أسد الدين كما قلنا عند عماد الدين وأصبح قائد للجيش، وصار صلاح الدين بجنب عمه. توفي عماد الدين فأجى الرجل الصالح ابنه نور الدين زنكي على خطى والده. ومش كل الناس على خطى الوالد على فكرة، مش كل الناس على خطى الوالد، فصار على خطى والده وأفضل كمان. وبقي أسد الدين القائد المقدم لدى نور الدين، وبجنبه الشاب صلاح يوسف ابن أيوب. المهم ودار الزمان دورته، وأسد الدين ذهب إلى مصر أكثر من مرة، وفي بعض هذه المرات أسد الدين قاتل الصليبيين والمصريين مع بعض، كانوا الصليبيين والمصريين مع بعض، مبارك وكلينتون كانوا قاتلوا مع بعض، قاتلوا أسد الدين مرة مرتين ثلاث. في الأخير أسد الدين استطاع أن يسيطر على مصر، استطاع أن يسيطر على مصر ويقتل الوزير الخائن اللي كان يتحالف مع الصليبيين، أسد الدين هذا. شهرين بس وتوفي أسد الدين شركه. مين كان بجنبه عمره 32 سنة؟ صلاح الدين. صلاح الدين طبعا كان جاهز، سيطر على مصر، سيطر على مصر. اطلع وجد الخليفة الموجود في مصر خليفة شيعي، قال له يعطيك العافية، الخليفة في بغداد، احنا مش ناقصنا خلفاء كثير. صلاح الدين شطب على الخلافة في مصر، الخلافة الشيعية، وقال للناس في خليفة واحد الناس الآن تدعي له على المنابر، هيو في بغداد. مع أنه الخليفة في بغداد ما لوش سلطة لا صلاح الدين ولا شيء، لكن لاحظوا رجل انتماءه للأمة بده يوحدها. بعد صار يطلب في المساجد أن تدعو للخليفة في بغداد، لأنه ما عملش شيء الخليفة في بغداد، لا هو اللي حرر مصر ولا هو اللي أنهى الخلافة الشيعية الفاطمية
في 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 القاهرة رسول، لكن لاحظ الصدق عند صلاح الدين، الصدق عنده. صار كل خليفتنا هيو في، فديروا بالكم صلاح الدين ما كان خليفة، كان سلطان، سلطان. أما الخليفة فوق اللي قام بالدور وواجه كل أوروبا، مش الخليفة، السلطان أقل من خليفة. هذا كيف لو كان الخليفة صالح؟ هذا كيف لو كان الخليفة صالح؟ إذا سلطان في جزء من أرض الأمة وسلطانها يواجه أوروبا بكاملها، كيف لو كانت الأمة مجتمعة وقتها تحت قيادة خليفة؟ الآن لاحظوا صلاح الدين استطاع أول 20 سنة من حكمه إنه واحد مصر، ليبيا، ما يسمى بلاد الشام بشكل عام، طبعا كانت فلسطين محتلة وشوي من الأردن قلاع صليبية، سوريا، سوريا نعم وحدها سوريا، الحجاز، اليمن، هاي كلها تحت سلطان صلاح الدين. مصر، ليبيا، الحجاز، اليمن، سوريا، أجزاء من العراق، ولكن ما قربش على الخليفة. يعني ظل محترم الخليفة في بغداد. لما واحد هذول هاد أخذت معاه 20 سنة ومعارك، معارك لا تعد ولا تحصى مع الزعامات الفاسدة. لما وحد هاي البلاد، لما وحد البلاد هذه اللي قلنا عنها تحت سلطانه، بعث للخليفة في بغداد قال له إذا بتأذن، إذا بتأذن بدي أدخل، بدي أدخل فلسطين لتحرير القدس. فبعث الخليفة وباركه إذا بتأذن، مع أنه بيستطيع يدخل بغداد ويسقط الخليفة، لكن كان يحترم صلاح الدين هذا الرمز اللي بتظل الأمة مجتمعة، مجتمعة ولو هالرمز هذا شكل، بس الأمة مجتمعة حوله ولو شكل. صلاح الدين عزز هذا الشكل، بده يجعل من هذا الشكل إشي له قيمة، إشي له قيمة. فبعث وقال له إذا بتأذن بدي أدخل. خليفة عباسي من أواخر الخلفاء. الآن لاحظوا الآن برضه في نفس الوقت بده صلاح الدين يكون ظهره محمي، ظهر الأمة الإسلامية اللي رأسها خليفة في بغداد. ودخل من جنوب طبرية، وعلى فكرة دائما كانت فلسطين تدخل بالدرجة الأولى من الشمال، مدخل فلسطين من الشمال تفتح، حتى لما بيجوا يأجوج ومأجوج بيجوا من هناك كمان بشك. يبدو اللي بيعرفوا في العسكرية بيفهموا انه هناك المفتاح، ولا بيستطيع صلاح الدين يجي من هون، من هون لا، هو كان اصلا عاصمته في مصر ودمشق في آن واحد. هو اختار ان يدخل من جنوب طبرية ودخل، وكانت حطين، بدناش نوقف عند حطين، بعد شهرين من حطين تقريبا إذا ما كنتش ناسي كان محرر القدس، كان محرر القدس. لما دخل أجاء البيرة، هون البيرة كانت قلعة رومانية احتلها ودمرها، لأن البلد اللي كان صلاح الدين ما بده يبقي جيوشه فيها حتى لا يرجعوا لها الصليبيين، كان يدمرها ويستمر نزل يحتل الرملة، لف على بيت لحم، طوق القدس كلها وقطع كل الإمدادات. يعني هو احتل على فكرة شكل دائرة حول القدس، جاء من طبرية لحظه نزل ولف وقطع كل الطرق مشان يدخل القدس تكون كل شيء جاهز. وجاء وحاصر القدس
قالوا له الصليبيين، انتم بتعرفوا الصليبيين لما دخلوا القدس، خلينا نرجع شوية صغيرة ل 1099 ميلادي، 1099 ميلادي لما حاصروا الصليبيين القدس، هي لما سقطت على فكرة القدس كانت تحت حكم الفاطميين الشيعة، لما سقطت القدس 1099 ميلادي كانت تحت حكم الفاطميين الشيعة، لما تم حصار القدس من قبل الصليبيين المسلمين اللي في الداخل قالوا لا يعني قصد المسلمين اللي زينا قالوا للصليبيين احنا مستعدين نستسلم اذا كانوا بتحقنوا دماءنا، اذا بتحقنوا دماءنا. الصليبيين قالوا لهم ماشي يعني نحقن دماءكم، لكن لما دخلوها ايش عملوا؟ حسب المصادر الغربية اللي بتكتب هي قتلوا في المسجد الاقصى 70,000 رجال نساء اطفال شيوخ 70,000. هم بيقولوا بيكتبوا في كتبهم اعطيناهم المواثيق ولما دخلنا قتلنا 70,000. تتحسبوا اليوم يعني احفادهم الطف منهم؟ هذول اللابسين اليوم كرافتات وعينهم ذوقوا حشوكوا بتحسبوا يعني الطف من لا، بس المهم كيف تقتل، كيف تقتل. هي فرنسا ما قتلتش 800,000 في رواندا؟ شو عملت امريكا في العراق؟ وشو عملوا الصرب في البوسنة وكوسوفو؟ وبشو عملوا الروس في الشيشان وداغستان الى اخره؟ وصبرا وشتلة. شوف المهم قتلوا 70,000. هذه المقتلة اللي صارت كانت على فكرة كانت الشعراء والناس اللي بدهم ينهضوا الأمة ينكروا يرونهم الروايات كيف الصليبيين دخلوا وقتلوا الناس في المسجد وقتلوا النساء والأطفال. إذا بتبقى على فكرة في ذاكرة الأمة جرائم هؤلاء، هذا بتكون من ضمن الوقود اللي بيبعث الأمة. طيب صلاح الدين لما نقلت القدس وقتل فيها 70,000 في الأقصى، مش في القدس بس، في الأقصى لحاله 70,000، وتبجحوا هم إنه خيلهم، هم في كتاباتهم إنه خيلهم بتخوض في دماء المسلمين أطفال ونساء وشيوخ والناس اللي لجؤوا إلى المسجد. صلاح الدين ما كانش مولود، ما كانش مولود، لكن أكيد لما ولد صارت تحكي له أمه، ولما نشأ في حلب ثم دمشق كان يسمع الأخبار، ودار الزمان دورته بعد 88 سنة من هذه القصة وقتل المسلمين في المسجد، وإذا بصلاح الدين 88 ها احنا قديش لحد الآن؟ 50، لا احنا قبل ان شاء الله الآن لا، لأنه على فكرة النهضة الآن أنا أراها أقوى بكثير من زمان، بس الناس بيحاولوا يفهموكم بالعكس. الآن وإذا بصلاح الدين بحاصر القدس أطلوا الصليبيين يفاوضوا صلاح الدين، قالوا له اسمع احنا مستعدين نسلم مقابل حق دمائنا واموالنا. قال لهم لا، احنا ندخلها بالقوة وانتوا تقاتلوا واحنا نتصرف بعدين، اما ندخلها سلام لا. شو يعني قصد صلاح الدين؟ قصد صلاح الدين اللي حصل قبل 88 سنة لازم الان. طب صلاح الدين كان بامكانه يقول لهم افتحوها السلم ويدخل يعمل زيهم، لا هذا رجل مسلم يعني في مبدأ، قالوا له من سلمك البلد بدون قتال، قال لا بتقاتله. واليوم بحاولوا يفهمونا، قال في الحلقات اللي بيجيبوها قال في التمثيليات انه لا صلاح الدين كان رجل ابسط من هيك، قال لهم بتقاتلوا بعدين ندخلها نحن ونتصرف. قالوا نسمع، اذا ما بتقبل
نفتحها يعني نستسلم احنا. شوف شوف نقتل اولادنا ونسواننا نقتل الاطفال والنساء بعدين نخرج نقاتلك. شوف بيهددوا في ايش، شوف بيهددوا في ايش. قالوا لهم نقتل اولادنا اطفالنا ونساءنا بعدين نقاتلك. الله اكبر. هو بعدين صلاح الدين يتحمل دماء الاطفال؟ شفتوا في ايش هددوا؟ شوفوا صعاليك اللي بيحكموكم الان في العالم العربي الاسلامي مستعدين يدوسوا اطفالكم ونساءكم بس الموكب ما يضربش بريك، بس موكب الواحد فيهم ما يضربش بريك بيدعس اولادكم واطفالكم. وفي زماناته المغفور له الحسن في المغرب كان يقول انا بتخلى، انا مستعد اضحي بثلث الشعب المغربي يعني مش هنظل كرسي، وفي رواية ثانية ثلثين يعني بيكتفي بثلث الشعب ويبقى الكرسي. وهالشياطين الموجودة على كراسيها انتوا بتتصوروا مش مستعد تبيع الأمة وتهدر دماء الملايين بس مش هتبقى بكراسيها الشياطين اللي بتحكمكم؟ ومع ذلك هم الأبطال، هم الأبطال. شوف أبطال هزائم ومع ذلك بيفتخروا بطريقة عجيبة. إذا بتفتح على راديو دمشق صاحب هزيمة 67 وإذا به البطل الأعظم الذي لم يعرف التاريخ له صلاة. الآن بتفتح إذاعة عمان برضو لا صلاح الدين ولا طلع الطلعين وهو أبطال هزائم. مين اللي سلم البلاد؟ طيب بتفتح على عمان الله وكيلك وما كان كلهم أبطال وكلهم ما خلق الله مثله. طب ما في مثلك على الحدود هاي وكلهم 99 تسعة عشر وأخيرا يتواضعوا وصار 93 صاروا يتواضعوا. شفتوا الشياطين التي تحكم قلوبها قلوب شياطين وصورها صور إنس، صور إنس. هذول شو جابهم صحيح الكلام؟ احنا منين ميلنا؟ كيف؟ قالوا صلاح الدين قالوا لهم نقتل الاطفال اطفالنا مش اطفالكم ونسائنا فقبل صلاح الدين. وبديش اكمل طبعا بلاش انه هالكيت يعني تحكوا دعاء صلاح الدين من كثر ما كان متسامح ما قتلش ولا واحد ومش بس ما قتلش وحمى حمى الصليبيين. من الصليبيين؟ على كل هو لم يخسر لانه هذا الرجل كانت قوته تكمن في مبدأه واخلاقياته قبل اصلاحه. هذا الرجل كانت قوته تكمن في مبدأه واخلاقياته قبل اصلاحه. والامة اللي كانت من قبله هباء صارت اقوى امة في العالم. مين اللي كان اقوى؟ اذا كل اوروبا اجتمعت وتحطمت هنا على صخرتهم الأمة اللي كانت لا قيمة لها صار لها قيمة. كيف؟ لأنه دير بالكم يبقى في هذه الأمة سر بسهولة يمكن توحيدها إذا وثقت خصوصا إذا نفخ فيها روح الإسلام. وسبق برضو ذكرنا ضمن قصة صلاح الدين إنه كان من عادة الناس وتسألونيش ليش هيك عادتهم إذا مات والي مات سلطان إذا مات سلطان في بلد وأعلن عن موت السلطان الناس تدشع إذا صح التعبير وتنهب الأسواق تنتهي بالأسواق. هذا كل ما مات سلطان ينتهي بالسوق سوق العاصمة. لما يقال مات السلطان تنزل الناس بالآلاف وتنهب الأسواق وكأنه شيء حلال يعني هيك الأصول في الأصول مش مات السلطان فلت حكم قبل ما يجي من بعده تنهب الأسواق. لما مات صلاح الدين في دمشق لما مات صلاح الدين في دمشق اترددوا شوي يعلموا للناس عن موته. ترددوا خافوا من ايش؟ تنهب الأسواق خافوا
يعني بتعرفوا بترددوا لأنه الآن يعني راح يصير فوضى في البلد. وكانت المفاجأة إن لما أعلن عن وفاة صلاح الدين لم ينهب محل واحد، لأن الناس انشغلت بحزنها. واليوم لما بيموت واحد من الصعاليك الإعلام بصير كان يجيب لنا أكم منافق قلب عيطه، والأم عادي والله كانت تستنى يموت، كانوا يكونوا يستنوا يسمعوا يفتحوا يكونوا مات. هيك الناس كانت تستنى، كانوا وصاروا يعملوا لك هالإعلام، قالوا عيطوا والناس في بعض الناس على فكرة لما يشوف التلفزيون بسرعة بعد يومين يسب أبوه. صلاح الدين ما كانش الظاهر في الإعلام. صلاح الدين 25 سنة يرفض أن يستظل بظل سقف كله في الخيم، لأنه من معركة لمعركة، من صهوة الجواد للخيمة يتريح. والآن بيجيبونا تفهيم قال بمثل صلاح الدين شخصيات هزيلة، عشان الشخصية المشرقة في نفوس الأمة ملهمة. بدمش اليوم يسمعوا الناس صلاح الدين، صلاح الدين بيصير بكرة مستهدف، صلاح الدين بيصير يكتبوا عنه تاريخ مدور مشان يهزوا، زي ما بيحاولوا يهزوا شخصية الملاحدة والماديين والعلمانيين، بيهزوا شخصيات الصحابة في نفوسنا، فبصيروا يزعموا ويتنقوا من هالتاريخ ما شاءوا عن الصحابة، وبتقاتلوا الصحابة وكانوا كذا الصحابة. مشان ايش هذا كله؟ مشان ايش؟ مشان كل هذا الأمة. على اي حال، لو انا بدي افترض انه صلاح الدين سمح لليهود يدخلوا القدس، وشو المانع يعني اذا كان هم اليهود ناس لهم مكان مقدس بدهم يحجوا له اللي هو القدس مثلا، ايش مانع؟ فيش اشكال في الباب، يعني مش مطعن. واللي ممكن يطعن في هذا الباب هم الناس اللي سلموا القدس. هي الشغلة شكليات، انهم دخلوا اليهود القدس وصلوا ما صلوش، شو المانع اليهود يصلوا؟ شو المانع؟ لكن اليهود شو بيعملوا اليوم؟ اليهود شو بيعملوا اليوم؟ اليهود مش واجبين لهم جذور في الارض. مين اللي حدثنا هذيك اليوم؟ قال فلان حدثوا عن واحد من اخواننا في ما يسمى قال اليوم عرب الداخل، قالوا له الحق قبر ابوك. قال لهم ايش؟ قال اليهود قاعدين بيصلوا عند قبر ابوك. راح لك اليهود ملتفين حول قبر ابوه بيصلوا قاعدين. قالكم ايش هذا؟ قالوا هذا يعني ايلا، قالكم ابوي. وراحت للمحكمة العليا عدم جت الشهود وكذا الاخره، وعم قبر ابوه تفلتوا المسألة، او اظن قالوا انهم قسموها. لا، اللي قسموها كفر حارس، هذيك شيء ثاني، بس هذا قبر ابوك. لانهم هم على فكرة بيصطنعوا الامور اصطناع ومستعدين. يصلوا لأي حجر، يصلوا اليوم لأي حجر مشان يقولوا هاي علمة، ولو كمان بيحرفوا في الكتابة الحجارة وبرموها في أماكن وبكونوا اكتشفناها. بصير قاعد بصير مشان قال يثبتوا انه قال كان في وجود. هو هنا بدكم تقدسوا القدس، قدسوها. فشو علاقة تقديس القدس بمسألة الحق؟ هذه بلد عربي مسلم، بلد عربي مسلم. المسيحية طول عمرهم أيام صلاح الدين ما منعش انهم يجوا يحجوا للقدس، بعد ما فتحها، بعد ما فتح القدس ما منع الصليبيين يجوا يحجوا للقدس. ولكن كما تعلموا وقتها احتياط من صلاح الدين شو عمل؟ عمل النبي موسى والنبي صالح في نفس وقت أعياد الصليبيين، آلاف مؤلفة من المسلمين بتكون جاهزة في منطقة الرملة، وآلاف مؤلفة في الخان الأحمر، مشان إذا الصليبيين بدهم
يستغلوا حجهم للقدس يتم الإطباق على القدس. صلاح الدين لما حاصر يافا، هاي اللي تركناها، لما حاصر يافا بقى على فكرة ضايل شريط ساحلي من عكا إلى يافا. آخر حياة صلاح الدين كان محرر فلسطين كلها، دق شريط ساحلي من يافا إلى عكا. طيب الآن زحف على يافا حاصرها، وفي اللحظة المناسبة لما أصدر أوامره بالهجوم على يافا اكتشف بأنه جنوده بتمردوا، جنوده بتمردوا خير، قالوا له احنا إلنا 5 سنين من قتل، وبعدين بعدين لما يغيبوا عن عيالهم 5 سنين وعن نسوانهم 5 سنين أولادهم بلادهم يعني، وبعدين 5 سنين تتصوروا 5 سنين قتال. فالرجل برضو تنسوش كان حكيم. في هذا الوقت كانوا الصليبيين مقدمين له عرض بصلح، عرض بصلح بصلح. فلما شاف جنوده تمردوا والرجل مش مستعد قاتل إلا وفي قناعات عند الناس، يبدو الناس لما شافت القدس تحررت قالوا لو شو المانع نتريح شوي، لما شافوا القدس تحررت قالوا شو المانع نتريح شوي، واحنا جايين عبالنا نتريح من اصله، سواء تحررت القدس او ما تحررت، وكأنه يعني اتعبنا، كأنه اتعبنا كانت رايح. قديش كانوا يخوضوا العرب المعارك؟ 6 ايام 6 ايام وبعدين يقول لك حرب حرب. طب ما هو الروس قبل سنين دمروا جروزني بكاملها في الشيشان، دمروا جروزني بكاملها في الشيشان، وقعدنا اشهر طويله نسمع الروس في جروزني، الشيشانيين في جروزني، الروس في جروزني، الشيشانيين يعني اخذوا رد، دخول خروج دخول خروج دخول، يعني الجيش الروسي يطلع الشيشاني يدخل الجيش الروسي والعكس، وروح جاي بشكل اشهر طويله. وروسيا دوله عمه، هذول من اول ضربه قال لكم السلام عليكم. طيب والحرب الثانيه اللي كنتوا فيها منتصرين برضو قديش؟ طبعا احنا بنسمع، سمعنا بحروب، هاي هم ما شاء الله على البوابه الايرانيه قال 5 سنين بقاتلوا، ها؟ 5 سنين بقاتلوا، ومستعدين في اي مكان في العالم يقاتلوا 20 سنة ويسحبوا وراها الشعوب ويذبحوها، فيش اشكال. اما مع اسرائيل لا، يوم يومين ساعة ساعتين ايش؟ ها؟ انتهى الوقت؟ انتهى انتهى. فقبل صلاح الدين عرض الصليبيين ان يعمل هدنة وليس صلح، هذه الهدنة مدتها 3 سنين و3 اشهر 3 سنين و3 اشهر بس، مش صلح. كانوا زمان ما يفرقوش بين احيانا صلح وهدنة، لكن العبرة بالشروط، من ضمن هذه الشروط انه هذا صلح لقديش؟ بس 3 سنين. اذا معناته صلاح الدين شو كان ناوي؟ والا كان خلاص نوقع وخلصنا، لا 3 سنين و3 اشهر. وصلاح الدين اللي مش متعود على القعاد، مش متعود على القعاد، بعد 6 اشهر من هذا الصلح توفي، بعد 6 اشهر بس. كان راح يحج، بده يحج خلال، هو قال لك بستغل صلح الرملة بلكي حجيت الى الله، فحذر حاله يروح يحج. قالوا له يا سلطان الان اذا راح تحج الصليبيين بيستغلوا الامور بجوز ينقضوا على القدس، فقال بأجلها للسنة الماضية الى السنة القادمة. مات صلاح الدين. اما جماعتنا كل يوم بيحجوا وكل يوم بيعتمروا، ها؟ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.